هلا المهم بالديسلبيديميا هو الستاتنز اللي هم التريتمنت، تمام؟ هلا اذا بتذكروا ستاتن، مش عارفه اخذتوها بفارما 3 او 4 او سوري 2، بنقسمه لثلاث اقسام: لو انتنسيتي ومودريت انتنسيتي وهاي انتنسيتي ستاتن. سلايدز باين عندكم؟ سلايدات بينت عندكم؟ باين يا دكتور. طيب فالستاتنز لو ومودريت هاي، كل ما انا بمشي من لو لمودريت هاي بتزيد ايش الافيكاسي، او بسميها البوتنسي. فالموست بوتنت هم الهاي انتنسيتي ستاتين، وبنفس الوقت بتزيد السايد افكتس، تمام؟ كل ما بمشي من مودريت لا من لو لمودريت لهاي بتزيد البوتنسي يعني الافيكاسي، وبتزيد السايد افكتس. هاي اول نقطة. ثاني نقطة، لما بنحكي بتزيد الافيكاسي والبوتنسي، فاللو مود لو انتنسيتي لاحظوا قديش ممكن تقلل ال دي ال بنسبة 30% فقط، يعني لما بعطيها من اللو انتنسيتي ستاتنز بيقلل نسبة 30% ال دي ال، مودريت من 30 ل 50 والهاي انتنسيتي اكثر من 50%. من هون جاي الافيكاسي العالي، انه انا لما بعطي مودريت هاي انتنسيتي ستاتن، ال دي ال مثلا بلشته قبل الثيرابي كان ال دي ال 200 بصير 100 او بصير اكثر من 100 بنقص، يصير 90 80، كان 180 بصير 90، كان 160 بصير 80. هذا الهاي انتنسيتي اكثر من 50% ريدكشن بالال دي ال. فاحنا متوقع مين ممكن نضطر نعطيهم الهاي انتنسيتي ستاتين؟ الناس اللي ريسكي، او الناس اللي ال دي اي اللي ال دي ال عندهم كثير عالي وبالتالي بحاجه لدواء كثير قوي لحتى ينزل. لو كان ال دي ال عالي شوي ممكن انا مودريت انتنسيتي بكفي، ممكن لو انتنسيتي بكفي. فاهمين علي؟ لانه احنا لما بنعطي برضه هاي انتنسيتي ستاتين انا بعرضه لسايد افكتس اكثر، لانه هذا الدواء بيكون قوي، زي ما هو قوي بالافكاس راح يكون قوي من ناحيه السايد افكتس. هاي النقطة الأولى بالستاتين. تاني نقطة بدي أحكيها إنه لو مودريت وهاي انتنسيتي تعتمد مش بس على الدواء، على الدوز. يعني التورفاستاتين بدوز 10 هي مودريت، ولكن بدوز 40 هي هاي. مش بس الدواء إنه هو لو مودريت وهاي، برضو الدوز تبعته بتنقله من جروب لجروب. سيمفاستاتين 10 مثلا هي لو انتنسيتي، بس سيمفاستاتين من 20 ل 40 تعتبر مودريت. سيمفاستاتين ما له هاي انتنسيتي، هو فقط يا لو يا مودريت. اتورفا يا مودريت يا هاي، ما له لو انتنسيتي ستاتين، لو انتنسيتي ستاتين يس. فما بكفي احفظ اسم الدواء، هذا اللي اوصلكم اياه. هذا الجدول بدنا نحفظ المودريت والهاي، لو انسوه، مشان هيك انا شاطبته. تحفظوا المودريت والهاي، ما بكفي نحفظ اسم الدواء، لازم نحفظ دوزته. اوكي؟ لانه الاتور مثلا الهاي منهم الاتورفا وروزيوفا فقط. احكي هلا الاتور بس ليش ما له لو؟ لانه ما له دوز اقل من 10، هو ال 10 اصلا هي اللوس دوز، فاللوس دوز تبعته بدي لها مودريت افيكاسي. لو في دوزات 5 و2.5 كان نزل للو انتنسيتي، هو اللوز دوز عنده لها مودريت انتنسيتي افيكاسي. طيب وبالتالي اذا بدنا نحفظ الدوزز مع الدواء، يعني ممكن يكون انت بدك هاي انتنسيتي ستاتين واحط لك بالخيارات اتورفا 10، بتقولي هي اتورفا هاي انتنسيتي، بس بنكون مش حافظ الدوزز وبطلع ال 10 مودريت وليس هاي. طيب هاي اول نقطة بدنا نحكيها. تاني نقطة بدنا نيجي على هذا السلايد عشان أبلش أعالج. أول نقطة بفتش عليها بالكيس هو البوكس رقم 1، هل المريض اللي بالكيس اللي بنسأل عنه عنده كلينيكال اي اس سي في دي، يعني عنده كلينيكال اثيروسكليروتيك كاردو فاسكولار ديزيزز اللي هم الخمسة اللي حفظناهم هدول ام اي انستابل انجينا ستابل انجينا ستروك ستنت مركب شبكة، بسأل حالي أول إشي هذا السؤال، هل مريض عنده هاي الديزيزز؟ بفتش عليها بالكيس. نفس المريض وليس هيستوري، مش فاميلي هيستوري، نفس المريض يا عنده هلا أو كاين عنده، المهم عنده واحد من هدول الخمسة ديزيزز، بفتش عليهم
واحدة واحدة. إذا موجود عنده فهو عنده كلينيكال A SCVD. إذا لما بدي أعالج دسليبيديميا يا جماعة بدي أمشي بهاي الخطوات. أول خطوة بدي أسأل حالي، هل المريض عنده كلينيكال A SCVD؟ يعني هل عنده MI أو عنده أنستيبل أنجينا أو عنده ستيبل أنجينا أو عنده ستروك أو عنده مركب ستنت شبكات. إذا يس باجي على اليمين، إذا نو بنزل تحت. طيب نفرض إنه يس باجي على اليمين. تاني سؤال بسأل حالي، قديش عمر المريض؟ هل هو عمره تحت 75 ولا فوق 75؟ إذا الأول نقطة بدور على الديزيز، تاني نقطة بدي أسأل عن عمره، فوق 75 ولا تحت 75؟ طيب إذا كان تحت 75 يعني لساته صغير، فبعطيه هاي انتنسيتي ستاتين. إذا فوق 75 هذا معناه كبير إلدر، يعني فوق 75 يعني ليش عمره 80 سنة 90، هو إيش فوق 75؟ 90 سنة 85 80. هدول بقول لك بعضهم مودريت انتنسيتي ستاتين، شو رأيكم؟ ليش هدول الكبار كتير بالعمر أعطوهم مودريت انتنسيتي مش هاي انتنسيتي؟ بالضبط بقول لك هذا الكبير بالعمر رح يتعرض لسايد افكت تبعت الستاتين الهاي انتنسيتي ستاتين أكثر، لانه عم نعطيه دوز عالي يعني بوتنت دراج مع دوز عالي، ففيش داعي نعرضه لهذا السايد افكت. هاي اول نقطه. ثاني نقطه بدي اربط لكم اياها هلا مثلا بالكورونا. هلا بقول لك بعلم الطب والاطباء، اذا في مثلا ضايل سرير واحد وعندي مريضين، واحد عمره 80 سنه وواحد عمره 40 سنه، الاولويه لمين بالعلاج؟ ال 40 سنه اول هلا هاي عامله ضجه يعني مع وقت الكورونا هلا، عشان هيك هدول الايطاليين مثلا بيقول لك ما في اسره روح موت. فالاولويه بقول لك للي عمره 40 سنه لانه هذا الحياه قدامه واحتماليه يعيش اكثر. احنا ما في عندنا بعد الاسلام بالاسلام هذا الحكي، احنا عندنا يعني كل يعني حتى يمكن ابو 80 يعيش اكثر من ابو اللي عمره يوم، صح؟ يعني زي ما بنحكي الموت ما في عمر محدد. هدول الاجانب لا ما بيفهموا، بيفهموا بلغه الواحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني ما عندهم هذا الإيمان أو هاي الإيمانيات، فخلص بقول لك هذا الصغير بالعمر نسبة حياته أكبر، وبالتالي بنعطيه أولوية بالعلاج. نفس المبدأ بيجي هون، بقول لك اللي عمره فوق 75 سنة يعني اللي عمره 90 سنة قديش عنده احتمالية يعيش؟ طيب وقديش هاي الاحتمالية إني أعطيه هاي انتنسيتي وأمنع إنه يصير عنده مرة تانية إم آي أو مرة تانية ستيبل أنجينا أو مرة تانية ينجلط؟ تمام فاهمين علي؟ يعني عمره 90 سنة يعني كل ضايل له سنتين ثلاث اربع سنين بلا ما اعطيها انتنسيتي واعمل بريفنشن لانذر ام اي، لا خلص ما هو اصلا الاكسبنتنسي انه يعيش كثير كثير قليله، خلص بسلكه بمودريت انتنسيتي ستاتين، فيش داعي اشد على حالي واعطيها انتنسيتي ستاتين. هيك بفكروا. فانا بقول لك الافيكاسي مش كثير انا معرج على عمره لحتى استفيد من الهاي انتنسيتي ستاتين، فخلص هو اصلا ضايل له كم سنه وبيعيد. ثانيا فيش داعي وهو كبير بالعمر اعرضه للسايد افكتس واعذبه بالسايد افكتس تبعت الستاتين، فما في داعي. خلص الاكبر فوق ال 75 بسلكه بالمودريت انتنسيتي ستاتين، والاقل من 75 لا لازم نعطيه هاي انتنسيتي ستاتين تو بريفنت انذر ام اي، تو بريفنت انذر انستابل انجينا، تو بريفنت انذر ستروك، يعني هدول لسه الحياه قدامه. تمام. فإذا أنا إذا عندي كلينيكال ASCVD هاي الديزيزز بسأل عن العمر، إذا فوق ال 75 لا بسألكم مودريت انتنسيتي، ما في داعي أعطيه هاي انتنسيتي. الصغار لا لازم أعطيهم هاي انتنسيتي. طيب في جروب ثالث بهدول، إذا هو صغير عمره 40 سنة وأعطيته هاي انتنسيتي ستاتين وصار عنده سايد افكتس. هلا السايد افكتس تبعت الستاتين هي دوز ريليتد. إيش يعني دوز ريليتد؟ يعني كل ما زدنا الدوز بيزيد السايد افكتس، كل ما قللنا الدوز بتقل السايد افكت. وبالتالي اذا انا هون اقل من 75 وقررت اعطيها انتنسيتي ستاتين ولما بلشنا معاه بلشت في عنده سايد افكتس، انا مضطر انزل لمودريت انتنسيتي ستاتين. تمام. اذا انا عندي ثلاث خيارات، اول خيار فوق ال 75 هذا من اولها بعطيه مودريت انتنسيتي ستاتين، إذا أقل من 75 بعطيه هاي انتنسيتي ستاتين وبشوف السايد افكتس. إذا صار عنده سايد افكت مضطر أنزل بالدوز لمودريت انتنسيتي ستاتين لأنها السايد افكتس هي دوز ريليتد.
واضح اي اول الجروب يا جماعة؟ الجروب الاول واضح كيف بتعامل معاه؟ اه دكتور واضح. ننزل للجروب الثاني. افرض انا مريضه بالكيس، دورت على كل هاي الديزيزز مش موجوده ثاني، اذا انت بدك تنزل تحت هاي السهم، اذا نو بدي انزل تحت. ثاني سؤال او ثاني جروب حتى ادخله، هو بقول لك اذا احنا قسنا ال دي ال، يعني لاحظ انت هون انا ما جبتش سيره ال دي ال، حتى لو كان ال دي ال 110 مثلا واطي او 90 بهمنيش، هو صار عنده الام اي حتى لو كان ال دي ال واطي، تمام؟ ثاني جروب مدام ما عنده كلينيكال اي اس سي في دي، بنزل على ثاني جروب بالتريتمنت. ثاني جروب بيقول لي لا لازم اشوف ايش ال دي ال، اذا ال دي ال قيمته 190 ملي جرام فما فوق، 190 ملي جرام بير ديسيليتر فما فوق، هذا بتدخل لجروب البوكس الثاني. اذا مش 190 يعني مثلا 180 170 لا بتنزل تحت. اذا الجروب الثاني حتى ادخله لازم اكون فحص ال دي ال ويكون 190 فما فوق. طيب افرض انا قلت هذا الجروب 190 فما فوق، يعني مثلا قلت لك ال دي ال تبعه 195 فهذا دخل هون، يس بنروح على اليمين بده ياخذ هاي انتنسيتي ستاتين بغض النظر شو عمره. اذا الجروب الثاني بكون فحص ال دي ال اذا فوق ال 190 بروح على اليمين، يس بعطيه هاي انتنسيتي ستاتين وبتضل هالقاعده ماشيه، اذا ظهر عنده سايد افكتس بنزل لمودريت انتنسيتي. يعني الجروب الثاني ما سالني عن العمر، كبير او صغير بعطيه هاي انتنسيتي، تمام؟ نيجي هلا افرض مش فوق ال 190 مثلا اقل، ننزل تحت، اذا نو ننزل تحت. الجروب الثالث في له ثلاث شروط حتى ادخل هذا البوكس، هذا الباب حتى يفتح له ثلاث شروط. الشرط الاول يكون دايابيتس زائد ال دي ال من 70 ل 189 زائد عمره من 40 ل 75، ها رجع يحكي عن العمر هون مره ثانيه. هذا الجروب او هذا الباب حتى يفتح له ثلاث شروط مع بعض لازم تكون، دايابيتس زائد ال دي ال من 70 ل 189 زائد الايج 40 ل 75، هذا الجروب لازم يكون الثلاث شروط موجوده. اتوقع هاي كاستكم في اللاب كانت، كان ديابيتك وكان كانه 160 ال دي ال وكان عمره شيء 50، فهو هون بهذا البوكس هذا الجروب. فاذا يس هدول مودريت انتنسيتي ستاتن بياخذوا، الا اذا في شيء اسمه يا جماعه اي اس سي في دي ريسك كالكوليتر، يعني انت هدول الجروب عندهم كلينيكال اي اس سي في دي؟ لا ما عندهم، ما عندهم ام اي ولا عندهم انستابل انجينا ولا عندهم ستروك ولا شيء. هذا الجروب بقول لك لازم نفحص قديش عندهم ريسك خلال 10 سنين يصير عندهم هدول الكلينيكال اي اس سي في دي. مره ثانيه هذا الجروب في كالكوليتر اسمها اي اس سي في دي كالكوليتر، هاي يعني اثيروسكليروتيك كارديو فاسكولار ديزيز، بقول لك هاي يعني مبداها بتحسب لك قديش عندك ريسك خلال 10 سنين، خلال 10 سنين يصير عندك ام اي. يعني انا واحد عندي انا ديابتك وعمري 50 سنه وال دي ال عندي مثلا 160، بروح بحسب الكالكوليتر، بتسالني الكالكوليتر عن الجندر عن الايج عن الاثنيسيتي وايت ولا افريكان، بتسالني عن التوتال كوليسترول عن الاتش دي ال ليفل السيستوليك بلد بريشر هايبر تنشن انا ولا مش هايبر تنشن عندي دايابيتس ولا ما عندي دايابيتس سموكر ولا مش سموكر، بتطلع لي رقم. هذا الرقم بيعكس لي قديش عندي نسبه اني خلال 10 سنين وطالع يصير عندي هاي الاي اس سي في دي، يصير عندي ام اي، قديش الريسك انه يصير عندي انستيبل انجينا، قديش الريسك انه يصير عندي ستروك، تعطيني رقم، تمام؟ طيب نرجع اذا هدول الجماعه، اذا هدول الجروب الثالث بحسب لهم هاي الريسك اللي هي الاي اس سي في دي ريسك كالكوليتر. اذا طلع الرقم من الكالكوليتر 7.5 فما فوق هدول لازم ياخذ هاي انتنسيتي ستاتين، ليه؟ لانه الريسك عنده عالي، انت خلال 10 سنين في عندك احتماليه كبيره انك تنجلط. فمن البداية بعطيهم هاي انتنسيتي ستاتين حتى امنع هاي الجلطة انها تصير خلال 10 سنين.
طيب اذا الكالكوليتر ما اعطتني 7.5 اعطتني 5 مثلا، برجع لمودريت انتنسيتي ستاتين. اعطتني 6 الريسك، برجع لمودريت انتنسيتي ستاتين. طيب لو اعطتني 15 هاي انتنسيتي ستاتين، تمام. اذا الجروب الثالث شو شروطه لحتى ادخله؟ دايابيتس زائد ال LDL 70 ل 189 زائد الايج من 40 ل 75. اذا هدول الثلاث شروط تحققوا فهو بدخل هذا البوكس. ثاني نقطة قبل ما اقرر شو بدي اعطيه لازم احسب ال ASCVD risk calculator. اذا طلع الرقم من الكالكوليتر 7.5 فما فوق فهو هذا ريسك كثير ينزلت خلال 10 سنين، فبعطيه هاي انتنسيتي ستاتين. اذا اقل من 7.5 لا مودريت انتنسيتي ستاتين بكفي. اوكي طبعا هاي الاي اس في دي كالكوليتر ما بتحسبها، انا بعطيكم الرقم يعني بقول لك علما بان الكلينيكال اي اس في دي كالكوليتر حسبتها وطلعت 15، ايش بدك تعطيه؟ بعطيك خيارات. طب دكتوره، طب اللوم كانه ما لهش استعمالات. شو هو اللو انتنسيتي؟ ما بنلاقي له استخدامات بالديسكريبشن، او ممكن الجروب الرابع هلا بنشوف اذا له استخدامات، بس اجمالا احنا بين هاي ومودريت. يس استخدامات اللو كثير قليله صح. طيب لهلا مفهوم؟ انتقل على الجروب الرابع ولا لهلا مفهوم هذول الثلاث جروبات؟ يعني هون مره ثانيه يعني انا دائما بحب ابلش بشرح جراف بعدين بروح هون مثلا على الشرح. هيو individual with clinical ASCVD اللي هم مين؟ الام اي استبل انجينا استبل انجينا وكذا، هذا اول جروب. الجروب الثاني انه ال دي ال يكون فوق ال 190. الجروب الثالث الناس اللي عندهم 40 ل 75 عمرهم وديابيتس وعندهم ال دي ال من 70 ل 189، تمام. يعني هاي الجروبات كلها مشروحه شرح، اللي بحب يمشي على الجراف مشروحه بالحكي. اوكي طيب نيجي للجروب الرابع. افرض هاي النو هاي تابعة لهون، يعني هون بدنا ننزل بالسهم بقول لك نو، هاي هالنو بقول لك افرض ان انا دايابيتس بس اللي ايش تبعي مش 40 ل 75 يا يعني ممكن اقل من 40 ممكن فوق ال 75 او ال LDL تبعي تحت ال 70، يعني في شرط من هدول الثلاث شروط مختلة. احنا هون الجروب الثالث قلنا ديابيتس وال 70 ل 189 و 40 ل 75 العمر لازم ثلاث شروط. طب افرض اختل واحد من الثلاث شروط اللي هو يكون ديابيتس بس عمره اقل من 40 او عمره فوق ال 75، ال LDL تبعه اقل من 70، تمام. هون الخيارات حسب ايش؟ الكالكوليتر ريسك. فبقول لك اذا الكالكوليتر ريسك بين الخمسة إلى السبعة ونص نعطيه مودريت انتنسيتي ستاتين، إذا فوق السبعة ونص مودريت أور هاي. شو رأيكم هون مودريت أور هاي؟ كيف بفرق؟ بناء على شو؟ حسب العمر إذا كان. ممتاز يا بكر. يعني مرة ثانية إذا شرط من الشروط الثلاثة اختلت اللي هي مين الإيج والإل دي إل، في عندي خيارات حسب الكلينيكال كالكوليتر. فاذا من 5 ل 7.5 كلهم بياخذوا مودريت انتنسيتي. هلا اذا الريسك فوق ال 7.5 بعطي مودريت للي عمره صغير وبعطي سوري بعد مودريت للي عمره كبير وبعطي هاي للي عمره صغير. اوكي يا جماعه هلا اقل من 5% كالكوليتر لا هذا بده يروح يا لايف ستايل موديفيكيشن يا لو انتنسيتي، يعني فيش داعي نعطي لا مودريت ولا هاي انتنسيتي ستاتين. اذا احنا قلنا هذا الجروب الثالث ثلاث شروط موجوده دايابيتس 70 ل 189 و40 ل 75 الايج، اذا اختل شرط من الايج اللي هو كان اقل من 40 او فوق ال 75 او اختل شرط ال دي ال انه هو مش من 70 ل 189 اقل من 70 بس الدايابيتس ثابته. اوكي هون بناء برضه الخيارات بناء على الكالكوليتر بقرر. إذا الكالكوليتر أعطتني هذا، خلينا نبلش بالأعلى. الكالكوليتر إذا أعطتني إنه 7.5 فما فوق بعطي مودريت للي عمرهم كبير لأنه هم ما بدي أعرضهم لسايد إفكتس،
وبعطي هاي للي عمرهم صغير. يعني هون في تفريق moderate or high حسب العمر. لو كانت الكالكوليتر اعطتني من 5 إلى 7.5، هاي من 5 إلى 7.5، لا هذول كلهم كبير يعني اقل من 40 او فوق ال 75 كلهم باخذوا moderate intensity، فيش داعي لهاي. هلا اذا كان اقل من 5% صراحه، يعني تخيل واحد عمره مثلا دايابيتس وعمره 35 والال دي ال تبعه 60، يعني الريسك تبعه كثير قليل، اقل من 5 بتطلع على الاغلب، فهدول بنبلش معهم لايف ستايل موديفيكيشنز، فيش داعي مثلا. واذا بدي اعطي ستات ممكن ابلش بلو انتنسيتي ستات، فيش داعي اروح لا لهاي ولا لمودريت. مين بيقدر يلخص لي الجروب الاخير؟ يلا يا صاحب لخص الجروب الاخير. دكتورة اول شيء قلنا اذا جاء مريض دي ام ثابتة، اوكي الايج الايج من 40 إلى 70. لا صاحب انت مبين عندك السلايد، هيو اقرا الايج يعني برا هذا الرينج، برا 40 إلى 75. ايش يعني برا؟ يعني تكون اقل من 40 او فوق ال 75. ايه قلنا اذا اختل صح، اذا اختلت وحده الشروط. فقلنا دايابيتس ثابته، الايج يا اقل من 40 او فوق ال 75 او فوق ال 75، والال دي ال والال دي ال اقل من 40 ل 70. سوري، ثاني خطوه بدي احسب الكلينيكال اي اس سي في دي كالكوليتر ريسك او ريسك كالكوليتر. طيب اذا كانت الكالكوليتر اعطتني فوق 7.5، ايش بعطيها؟ 7 هاي دايابيتس ثابته. شو الاشي المختلف بالايش؟ انه يكون مش 40 إلى 75، يعني ايش؟ بده يكون فوق 75 او اقل من 40، هاي اختل الشرط الاول، او ال دي ال اقل من 70. يعني ممكن مثلا على فكره يكون دايابيتس والايش تبعه 35 وال دي ال مثلا 75، يعني ضروري الشرطين هذول يختلوا، ال دي ال والايش، ممكن واحد منهم يختل وممكن اثنين يختلوا. لو قلنا مثلا دايابيتس وال دي ال تبعه 100 والايش تبعه 35، اختل شرط اللي هو تبع الايش، وبنروح على الجروب الرابع. تمام. طيب لما اكون انا بالجروب الرابع بحسب الكلينيكال، اذا من متى ببلش احسب بالكالكوليتر؟ من الجروب الثالث والرابع. الجروب الثالث والرابع يعتمدوا على الكالكوليتر ريسك، لازم اكون حاسبتها، لازم اكون معطيتك اياها. فبناء هون الرابع الكالكوليتر ريسك، اذا فوق 7.5 نعطي مودريت اور هاي، المدرة للناس الكبار والهاي للناس الصغار. إذا الكالكوليتر أعطتني رقم من 5 إلى 7.5 كلهم بعطيهم مدرت، وإذا الكالكوليتر أعطتني أقل من 5 ببلش، هدول يعني كتير الريسك تبعهم قليل، ببلش لايف ستايل موديفيكيشنز، ممكن أعطي لو مدر لو انتنسيتي ستاتين يعني، وبشوف. تمام. دكتور بعد هسه الحاسب اللي حكيت عنها تحت الخمسة بالجروب الثالث في لها استخدام ولا لا؟ مثلا تحت 5%، قلت انه هو هذا دايابيتس 70 إلى 189 و40 إلى 75، هذا ولا وين قصدك الجروب الثالث؟ هو نفس هذا الجروب اللي حكيت عنه، اذا كانت خمسة اقل من 5%. هو 5% هاي الحاسب اللي طلعت لي اياها. يعني بنستعمل ولا لا؟ بقول لك بكر اقل، يعني اذا الحاسب طلعت لي الريسك اقل من 5% ساعتها بعرج على اللايف ستايل موديفيكيشن. حتى بالجروب الثالث؟ بكر الجروب الثالث اذا اقل من 5، ما هي هون الجروب الثالث ما حطت لك 5، هو قال لك فوق 7.5 او اقل من 7.5. طب ما الواحد اقل من 7.5 والثلاثه اقل من 7.5 والخمسه اقل من 7.5. فهمت عليك. صح؟ فكل شيء اقل من 7.5 بده ياخذ مودريت باي ديفولت، كلهم بياخذوا مودريت حتى لو كان 0.5%. ماشي شكرا. تمام. طيب انا بقول لك اكيد قبل ما ابلش الستاتن، بدنا نحكي شوي كم كلمه عن الستاتن. قبل ما ابلش الستاتين لازم اعمل الفاستنج ليبيد بروفايل والليفر فانكشن تيست قبل ما ابلش اعطي الستاتين، لانه بياثر على الليفر فانكشن،
بعلي ال دي ال لازم قبل ما اعطي ستاندرد اتاكد انه الاي ال ال اي ال تي بعلي الاي ال تي ممكن اعلي الاي ال تي فلازم اتاكد قبل ما اعطي ستاتين انه الاي ال تي عنده طبيعي يعني افرض واحد قررت انه بدي اعطي ستاتين ولما فحصت الليفر فانكشن الاي ال تي كان كتير عالي ما بعطيش ستاتين بدي اعالج الليفر بروبلم بعدين بعطي ستاتين تمام طب قديش النورمال رينج بالاي ال تي اذا بتعرفوا تعرفوا ALT يعني انه يكون تقريبا اقل من 35 بس مش متذكر شو الوحدة يعني افرض مثلا انا قلت لك انه المريض انت مشيت بالهدول بالبوكسات وقررت انه هو الجروب رقم 3 انه عنده ديابيتس وعنده ال LDL 180 والايش تبعه 50 وقررت تعطي هاي انتنسيتي ستاتين مثلا طلعت الكالكوليتر 80 وبقول لك علما بان الليفر فانكشن تست ال ALT تبعه 100 بوقف هون في سيفتي ايشو ممنوع اعطي ستاتين لواحد عنده الليفر فانكشن عنده اب نورمال الاي ال تي نورمال معي ماكسيمم يكون 35 اكثر من هيك معناه انه عالي فهيك بقول اه بدي ستاتين بس في مانع لاضافته وهو الاي ال تي العالي يعني عندي مشكله بالليفر اوكي فاذا قبل ما اعطي ستاتين بدي افحص الفاستنج ليبيد بروفايل هذا دائما لكل المرضى بنفحصه اصلا وثاني شيء لازم افحص الاي ال تي ليفل عشان يكون نورمال لازم يكون اقل من 35